مهن كتير، مواهب كتير، فن كتير، مجموعين كلهم بشخص واحد رح نتعرف عليه اليوم بآي ويتنس أنا وياكم. جاد دواليبي، صباح الخير. صباح النور رانيا. جاد بتحب الفن، بتحب الغنى، بتحب الكتابة، تايور دو مو مثل ما سموك أصحابك ومثل ما مشي عليك اللقب، إنما اختصاصاتك مختلفة كلياً. رح نجرب هيك نفوت شوي على تفاصيل حياتك اليوم. جاد بلشت بحبك للموسيقى وللأغاني من أنت وصغير، وكنت دايماً تغني بالكورال، بعدين صرت سوليست لأنه شغفك يمكن خليك توصل أنه تكون سوليست، ولكن ما تخصصت. خبرني عن كل شيء. الإنسان مش دائماً بيحقق يلي هو بيحبه، وأوقات ما بيقدر لأنه بيكون بمجتمع معين أو يعني بظروف معينة بتمنع على الواحد يعمل الأشياء اللي بيحبها. بس الواحد بيكون مثابر، وإذا بده الشغلة يمكن حتى لو ما قدر يحصل عليها 100% بيحصل على شوي منها. يعني قطعت أنا بفترة شوية ضياع، إذا فينا نقول ما كنت عارف شو بدي أعمل من الأساس. نعم. يعني حبي للموسيقى هو حب حياتي، ومش لحياة للموسيقى. يعني لدرجة أنه ما بتتذكر أي ما تبلش معك حب الموسيقى؟ لما كنا عم ندردش أنا وياك قلت لي من زمان بس كتير. ما فيك تحدد أيمتى أي متى. وبتعرفي المدرسة وبعدين الجامعة والتخصص والموسيقى بدها الواحد يعني يتفرغ لها ويكون أدى للشغلة ويكون كمان كوراجو. نعم. شجاع. يمكن أنا هون فقدت هيدي الشجاعة وقلت على كل بالألبوم، بصفحة من الألبوم تبعك، أتوس وسال كي كموان ون جامي يو لو كوراج دامبرنتي لو شمان دو لور باسيون، يلي ما استرجوا انه يروحوا بطريق الشغف تبعهم. ولكن حضرتك صحيح انه تخصصت بالفينانس والاوديت بالحسابات، مزبوط. انما رجعت كان عندك الشجاعة انه تكمل بخط الموسيقى، مزبوط. ولكن كتابتك كلها كتابة فرنسية وأكثر هيك فرانكوفون، ليه؟ اللغة الفرنسية هي الإنسان يلي فيها، هي يلي بتخليني بتنفس بالفرنسي. ما بعرف شو السحر يلي عملته هاللغة فيها من أنا وبأيام المدرسة. برتاح معها أكثر، بفهمها، بتفهم علي، بفكر فيها. القلم لحاله بيكرج وقت اكون عم بكتب بهيدي اللغه. الفوكابولير يلي فيها فوكابولير عظيم، ومع الوقت هالفوكابولير تثقف ويعني تأدب. فاوقات حتى بالاغاني تبعي بكون عم بكتب عن مواضيع كثير جريئه، والكلمات اللي بتستعمليها بتخفف من الحدية تبع اللسان يلي أنا عم بكتب عنها، لأنه بتقدر تلاقي الكلمة يلي بدك إياها ويلي هي عن جد بتعبر على الشيء بس بطريقة سلسة. على كل هيدا الشيء موهبة من لا 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 مش للكل منعطية إنه يختار كلامه مثل ما جاد دواليب. منشان هيك جوستومون مين اللي اختار لك اللقب؟ سيلين عساف كتبت تايور دو مو بال 2006. نعم. وهديتني إياها. نعم. وتركتها عندي، وبعدين يعني مع الوقت صرت اكتشف قديش لها قيمة هيدي تايور دو مو، أو ساقل الكلام أو ناسج الكلام، يعني مثل الخياطة بتخيط كلامك. سو مع الوقت حسيت إنه أنا هيدا مسؤولية أعطتني إياها سيلين وقتها، عطتني لقب تايور دو مو، لانه تايور دو مو منا موجوده، هي اخترعت وحطت تايور ومو مع بعضهم. ف تحيه لكل اللي بيكتب بهالطريقه ولسيلين كمان. فمنشان هيك عطيت هالكلمه او هالعنوان، هو عنوان الالبوم تبعك، وهي الغنيه الوحيده اللي انا مني كتبها. نعم. وستيل حطيتها انه هي تكون العنوان تبع الالبوم، لانه هي العنوان تبعي انا، تبع حياتي، تبع الانسان اللي هو فيه. نعم. وكانه هيك حدا فهمك يمكن، وحدا حط هاللقب على كل شيء داخلك. مزبوط. وحتى هلا وقت اتلاقى بناس جداد ويتعرفوا علي،
بيقولوا لي مش معقول هالغنية شو راكبة لها. وقت أنا أفكر إنه هيدا انكتبت من تقريبا 8 سنين، يعني من وقت قديم، قديش كان عندها سيلين هالفيزيون الرؤية إنه تكتبها بهيداك الوقت. رح نسمع أغنية من الألبوم اللي بيضم 7 أغاني، هالألبوم اللي أخذ 3 سنين شغل لحتى اكتمل. رح نفوت بتفاصيل الألبوم أكثر من بعد ما نسمع لاميتيه إل روفيان. Puis il n'est resté plus personne, et là sur mon chemin, pour escorter mes pas ou parfois me tenir la main, et essuyer mes larmes les jours de joie ou de chagrin. Et depuis j'ai vécu tout seul dans un silence hautain. Pourtant c'est ce silence auquel je crois, auquel je tiens. Je me suis retrouvé et je ne me trahirai point. Mieux vaut être présent pour soi qu'absent parmi les siens. La vie est si cruelle que nous vivons dans l'incertain. Une journée de galère naît à l'aube de chaque matin. Si la distance et si le temps effacent nos quotidiens, c'est la faute de la vie qui fait de nous des bohémiens. Que de soir vous me manquez, mes chers et bons copains. Surtout les nuits d'hiver lorsque l'esprit est orphelin. Votre absence me déchire et me rappelle ce musicien qui a perdu ses doigts sans jamais perdre son instinct. Les photos accrochées au mur sont les derniers témoins de l'ivresse qui nous emmène. جد شفنا أو سمعنا أغنية لاميتيه اللي بتحكي عن الصداقة. يمكن حي ماريون سير. نعم. هو قدم لي اللحن تبع هيدي الغنية ومن كلماتك. هل لأنه حضرتك عايش حاليا بالغربة؟ لاميتيه إل روفيان خلقت بالغربة لأنه لقيت حالي إنه شوي شوي عم بفقد أصحابي. عم بفقدهم لأنه هن كمان عم بفقدوني، لأنه الحياة عم بتخلينا نبعد عن بعضنا. ونحن بهيدا العصر لازم ننتبه لهيدا الشيء، لأنه الأميتيه دائما موجودة. ولاميتيه إل روفيان توجور مثل ما أنا بقول بالغنية لو شو ما كانت الأسباب. فطلعت معي هالغنية لأنه اشتقت لهم ولأنه حبيت أقول لهم مساج معين. فكلنا اللبنانية نحن هلأ مثل ما دايما بقول حطينا الجذور تبعنا بالشنط السفر وعم ناخذهم معنا، وبطرح ما عم نروح بناخذ معنا شقفة من لبنان بنتركه دايما معنا، لأنه لبنان صار وين ما كان. أكيد، ونحن فخورين فيكم لأنه بكل البلدان عم بتكونوا عم تبرعوا، وحتى حضرتك حاليا عايش بأبوظبي بالإمارات. نعم. ولكن مش موقف أي نشاط إن كان فني أو مهني طبعا، وحتى بعدك عم بترتل بكرة الكنيسة. مزبوط. كلنا بلشنا تقريبا بالكورالات بالمدارس بالكنيسة. يعني هيدا الشيء ما لازم نحن نبعد عنه، لأنه هيدا الشيء هو أعطينا أول 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 فشخة لقدام. نعم. فدائما مطرح ما بكون أو حيالة بلد بكون عايش فيه، يعني كرمال شغلة أكيد، بحب دائما شارك، بحب. نعم. زيد على يعني وجودي يكون له معنى بهيدا البلد. فطبعا وين ما اكون بحب اكون دائما عم شارك بالكورال بالكنيسه، نوصل اكيد صوت السلام وصوت. نعم. الله مطرح. نعم. ما منكون. نعم. رح منختم اكيد لقائنا اليوم باغنيه كتبتها خصيصا لنوال، ولكن من سنه او هي سنتين. غنية قديمه كتبتها. نعم. ستا كريشكيان من الحاني والحان بوليت زياده. اسمها نوال. نعم. قبل ما نسمع اغنيه نوال بدي يعني بالالبوم مش بس عم نحكي عن لاميتيه، ولكن عم تحكي ايضا عن الحب، عم تحكي ايضا عن الوطن، فكتبت. مزبوط. اغنيه للبنان والاغاني الباقيه اغاني. معظم الاغاني هي اغاني حب. هي اغاني في لي دو بوجي بتحكي عن حب لا متناهي. نعم. عن حب شخصين بيتحولوا لشمعتين وبيدوبوا مع بعض ومثل ما بيدوبوا الشمعتين. ولفتة للوطن كمان اكيد. في غنيه للوطن اسمها ميموار دان باي. نعم.
في غنية بتحكي عن الفرق بالعمر بين بالعلاقة. على كل نحن ما رح نعطي كتير تفاصيل لأنه الألبوم نزل وموجود وين ما كان يلاقوا كل المشاهدين بالأسواق لكل محبي الأغنية الفرانكوفونية. رح نختم لقائنا مع جاد دوالي. بأهلا وسهلا فيك جاد. بدي تسمعنا من أغنية مقطع نويل. من أغنية نويل. تفضل. Il faisait nuit dans le cœur de l'humanité, dans le néant du péché, de la vanité. Sous son fardeau pesant, la terre l'attendait de la prison, des cris de peine l'appelaient. Noël, te voici chez nous. Le Verbe s'est fait chair, carillonne dans ma vie. Les cloches pour toi, Noël, Jésus est né. Ce soir, pour toi et moi, lumière de notre crèche, petit Jésus. Divin enfant du ciel, donne-nous tes vertus. La mélodie céleste chante tes louanges. Tes chandelles d'amour sont portées par des anges. Source de mon bonheur, je suis à toi Seigneur. Je suis tes pas de saint pour guider mon destin. Illumine mes heures, pardonne mes erreurs, toi mon éternité, crée ma sérénité, Jésus.